كما قلت لكم نبدأ من الدخلة ديال السوق، نتوما تشوفوا الصراحة نشوف شي صبر ديالة تكون طالعة، كاين مبانتش ليا كاع تمايا. عليكم معايا شو على صبا على عسى بركة على بركة الله. ها نتوما معايا، نتوما انظروا معي. صباح الخير عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير. ودابا غنقول لكم عاودوا ديروا ابوني وضغطوا على زر الجرس باش يبقاي توصلوا اي باش تبقاو توصلوا باي جديد ديالي. هذا فضلا منكم وليس امرا. المهم بزاف الاخوات كيبقاو يسولوا كيقولوا لي كيفاش ديري الشده ديال الفولار. غادي ندير معاكم، ها هي كنلوي واحد شويه من هنايا صافي. عرفتوا اسهل شده هي اللي كندير انا. ها نتوما كنشد بهاد اللعيبه هادي صافي. وكان المهم اللي بغى يدير له هكا راه يديرها له، مي انا دابا غادي ندير غير الشده الاخرى وعاد غادي نشارك معاكم علاش مقلبه وعلاش صافي. حيت مازال غادي ندير. المهم هاد البو ديال الاخوات تصوروا راه طويل واحد شويه مع كنت معنا اختكم مولوعه بالجوطيه. كنت هذا واحد العام كانت عطاني زعما امل انني غادي نقدر ندير لي بيكم والعكاكز وداكشي. تصوروا كنت كندير الترويض، كنمشي كل جمعه كنخسر. تصوروا كل جمعه كل كان هما تعطوني ثلاثه الحصص، ولكن كانت كل يعني باش بحكم الظروف وداكشي كل جمعه كنت كنمشي ب 500 درهم يعني ما بين المارك ما بين ترونسبور والفطور والغداء 500 درهم عشان نمشي تيمشي معايا خوتي بجوج والواليد ديالي وصافي. وعاد كنمشي في هذا في لومبيونس منزحي لي حتى الجي نمشي ماشي جي 5 حتى لوسيون. لوسيون عارف شو حدا الكنيسه كاينه واحد المراوده صراحه والله الا مشات ليا نمرسه. وكانت واحد المراوده صراحه عزيزه عليا بزاف 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 صافي. كانت كدير ليا هذا. وكاينه واحد السويقه الا كتعرفوا واحد الكنيسه كاينه واحد الجوطيه. وبشيت خرجت وانا نلقى هذا البودي هذا كيقول 10 دراهم الصوف وداكشي صافي. وانا نمشي وانا نلقى هذا البودي كنت والبارح كنخربق في تليفوني اللي تبان لي واحد التصويره في هذا البودي قلت اه ما عاد فين مشى. تصور شحال قلبت عليه لمده ما لبستوش من 2018 من 2018 ما لبستوش تقريبا اي من 2018. كنت واحد المره مشيت عند الوالد ديالي باش كنعس في السويسي ما لبستوش. المهم 260 شوف شدو معايا جوج دراهم هاد الجيريه هذا واعر. صحاباتي كلهم كيقولوا لي فين درتي اللي كيجي من الفوق تيجي زوين هكا. اللي كنتي بغيتي ديري كنزير عليك شي حاجه ولا هذا كديري كيجي حتى زويون شفتو تيجي زويون عرفتي وسخيخن والله الا حق الله حقرته. ولكن فاش بديت تلبسو لقيتو سخيخن صافي. وجيت نشارك معاكم بوطي بوطي واخده ب 20 درهم. شوفوا راه واعر واعر هذا 20 درهم. المهم شاركت معاكم لبسات هما 10 دراهم 240 400 ريال 640 ريال. نديرو كاع سروال خلاص ما كنشريش من الجوطيه. اشنو ماك زايز انت سي محمد ما عرفتيش يقول لي اصلا سي محمد حنا طالع علينا الدم منه كان ويمشي ويخلينا وصافي. وهذا وغادي نخرج نيت مع اليوم السوق وبغيت نمشي باش كنصور معاهم طفالي التليفون مع ستوكاج داكشي عاد مشيت تيبريميت بزاف عطلنا وصافي. دابا غادي ندوز نفطر. فطوري اصلا عادي راكم عارفين جبيته بلديه واتاي وخبيز ديال الدار وصافي. وها نتوما معايا فين ما مشيت ها نتوما معايا. نخرجكم شويه صراحه اخت ساميه كانت كتبات لي قالت لي توحشنا نمشيو للسوق معاك. منين غادي نقضي شغالاتي واليوم السوق وغنصور معاكم. عرفتو بغيت نقاد لبيسه الساعه داك البوط ما جاش قدي الكاط ولا ما نعرفش يقولوا لي ما جاش قدي مع رجليا تيتنفخو دابا بزاف ما جاش قدي. تصور جوج السبر ديالها القديمه حتى هي ما بغاش تطلع مع ديما المره تخرج لي في عودي مع سميتو رجليا كيتنفخو بزاف
اشو خرجت لهاد الجو جاتني بحال الدوخه حاجاكم والترويه وتخلط عليا كل شيء. مع كنت مستريسي هاد الايام كما شفتوا في لي فيديو، واليوم خارجه والله تبغى نتلف ونيت عندي واحد تصوروا منها اللي فتحت القناه، فتحت شي ثلاثه الحسابات ليا وجوج حسابات لسي محمد، ودابا كلهم كنت وقفت جوج وبقاو لينا ثلاثه. سي محمد يعني عاد فتحته منه مؤخرا، مازال ما تيسالونيش، واحد ولاو كيسالوني فيه تقريبا جاي ل 90 درهم. قلت شي نهار غادي تكون عندي شي حاجه في البنكه ولا شي لعبه غادي يديوها ليا، فهمتي؟ غادي يديو ليا منا ولا هذا، والله ما نمشي نحبسو. ما عرفتش دابا واش غيقولوا لي عطيني هذيك 90 درهم عاد حبسوه لك، ما فهمتش والله ما عرفتش. المهم الاخوات انا غنوريكم رجليا تنفخوا، والصبر ديالها راه ما شادهاش، تعدو شي حل لي بحالي حتى شي حاجه في الصبر ديالات يعني العاديين وهادو مابقاتش كتجي قدي، كلشي كيجيني من الفوق. انا نوريكم نتوما شفتو انا لدرجه انني ما شادهش دوك السنازل، شاده غير السيور. عليكم معايا شو على طبع على عسى بركه على بركه الله. ها نتوما معايا نتوما شفتوا راه البنك الشعبي غير حدانا، يعني هانتوما انا راه باقي حدا الدار وهي كتبان من هنا، راه ما بعيداش بزاف. خلي يوم الخميس غادي تكون عامره، ولكن غادي نمشي باش نصايب دوك الامور هنا. سيتي كنخرج نلقى مع ملي كنخرج بلا خميس كتكون الدنيا خاويه، كنخرج هنا نلقى الكاميونات والبيكوباس. المهم يعني دابا ركبت السياره ديالي واخا هي مسكينه، ما عرفتش العقص العقص شي العكس العكس اللي تابعني هاد الايام، لا حول ولا قوه الا بالله. الطوموبيله سيارتي ولات متعكسه. يلا المهم ها نتوما السي مو شفتوها هو جاي من جد الحانوت. نتوما درت لكم البديه من الدخله ديال السوق، نتوما تشوفوا الصراحه نشوف شي سبرديله تكون طالعه كاين مبانش ليا كاع تمايا. وهذه كيف دايره زوينه، ولكن محاش واش تجي قدي. جيبوا لي تقولوا لي مين كتجيب الكيس، انا كنقول 100 ريال والله قسما بالله. عارفين المخابز تاعنا داك الطيار ما شريت حتى شي حاجه، ما شريتش والو الصراحه، غنلا بزاف وخفت تجيني صغيره وماشي هي زوينه في الشكل، ولكن بالنسبه لي انا خاصني شي حاجه اللي هي تكون رطبه وما تضرنيش في رجلي. بالنسبه للبنك حتى نوصل شي بلاصه ونقول لكم شنو قالوا لي. المهم هانتوما انا كنمشي لهاد البلايص هادو، كنبغي نشري شي صبر ديره صراحه، والو ما لقيتش شي حاجه اللي هي قدي. هما نلقى عطيكم على الجوطي نجيب لكم واحد المايدر زوين تما ديسي. دابا يلا انا باقا في الدخله ديال السوق. شحال داير هذا؟ 1000 وهذا الصغير صغير واو واحد البودي زوين شي ديال هادو الصراحة زوينين بالنسبة للبرد، معرفتش شحال دايرة. ما تضحكو عليا أنا معديتش مع المرايات المستيكيين بحال هادشي، وهدا ديها مع ديال درهم البارح طرطق ليا وأنا نجيب أنا ناخد هادا راه كيما قلتليكم وصافي. أنا ناخد عاوتاني ستة وثلاثين سبعة وثلاثين شوف هنا شوف هنا لا بغيت هذيك ما تجينيش، لا لا خاصني شي وحده تكون طالعه. ها انتم عندي بالطاقه شي وحده طالعه، ها عندي بالطاقه ما جبتش شي حرف ضروري كافي. انتم صدا كويشيش وديك الزطيه انتم انظروا معي بودام شوف تلا بودام انتم شوفوا شفت لكم شويه السوق من الفوق قبل ما نختم معاكم. هانتوما واحد البلاصه هنايا بعيد على الخدام، الناس كتجي كتزرزق الله بديزل. هنايا غادي نختم معاكم لا فيديو بالنسبه لاباس كيدير بخير لاباس لاباس. بالنسبه للبنك اللي مشيت ليها راه لقيتهم كيسالوني، قال لك ما يمكنش يحبسوه حتى نعطيهم داكشي اللي كيسالو. صافي هي هذه، قلت لهم صافي خليه عندكم تمشي يفتح شي بنكه وحده اخرى. صراحه ما يمكنش انا مفاتحه ب 100 درهم وبقاو تيسالوني تزيد داك الحساب وصافي، غادي نخليه
صافي صافي خليها ما عندي ما ندير حتى انا جات شي نهار شي حاجه وجات في البنكه وبقاو يحيدوا صافي غادي نحيدوا غادي نحبسوا ليهم ونخليكم في امان الله ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم بصحه جيده وعلى نتوما ماشي هانتوما معايا خليكم معايا في الفيديو القادم.